ابتدي قولي لي يا لبنى، لو هو النهارده كان في دور مثلا، بما انك انت الكبيره، كان في دور كان عامله من غير ما نقول ما كانش راضي عنه، وكان ساعات كده بيحس، او دور كان جاي له وندم وشافه مثلا في التلفزيون وقال لك ده انا ندمت ان انا ما عملتوش، احكي لي اكتر بقى. نبتدي نتكلم شويه برضو عن حته التمثيل والفن والاعمال والحاجات دي كلها. بص، بابا كان عنده مشكله فظيعه. ما بيقدرش يقعد في البيت من غير شغل، ما يقدرش يعني. لو قعد اسبوع من غير تصوير بيعيط بالدموع. ماما حتى كانت تحكي لنا يعني انه كان يجي كده في حضنها ويعيط، انا مش قادر ان انا ما انزلش اشتغل. فاحيانا كان بيضطر ان هو يقبل ادوار هو مش راضي عنها لمجرد ان هو يعني في حاجه مثلا كبيره او دور كبير بيتحضر مثلا، بس قدامه وقت عبال ما يجهز مثلا، يعني بيجهزوا سيناريو او واتس ايفر، ففي حاجه تانية جات له فما يرفضش يعني، لمجرد ان هو يفضل قدام الكاميرا 24 ساعه. مهما كان الاجر، مهما كان نوع الدور، انا لازم افضل قدام الكاميرا. وهو كان دايما يقول انا هفضل لاخر نفس في عمري واقف على المسرح، واقف قدام الكاميرا. وقد كان لحد ما توفى كان بيعمل فعلا مسرحيه لغايه الاربع كان على المسرح، لغايه الاربع الليل راجع متاخر من المسرح، الخميس دخل المستشفى، توفى الاربع اللي بعده فعلا. يعني هو ده، وكان ده امل حياته.